اهلا بكم في نشرة الساعة 6 مساء من قناة النادي الاهلي والى العناوين. الاهلي يحتفل بانتصارات حرب اكتوبر. مجلس الاهلي يعقد اجتماعه ظهر الاحد المقبل. كاف يتوقع تأهل مصر وتونس ونيجيريا للمونديال. أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. يحتفل النادي الأهلي بمرور 44 عاما على انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وشهد مقر النادي بالجزيرة حفلا للمواهب الغنائية الصاعدة وإذاعة الأغاني الوطنية، بجانب احتفالات شارك بها الأعضاء في مقر مدينة نصر وفرع الشيخ زايد. يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر اجتماعه في الواحدة ظهر يوم الأحد المقبل بمقر النادي بالجزيرة، ويناقش المجلس خلال اجتماعه العديد من الملفات المهمة بالنادي، ويأتي على رأسها بعض الملفات المتعلقة بالنشاط الرياضي وملف مشروع اللائحة والنظر في الشق الموضوعي لشكوى الأهلي لدى مركز فض المنازعات ضد قرار اللجنة الأولمبية بإقرار اللائحة الاسترشادية. يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ودية في 3:30 عصر غد السبت أمام فريق اف سي مصر على ملعب مختار التتش بالجزيرة. وقرر الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري إقامة المباراة الودية غدا السبت في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز ولتجهيز اللاعبين لمباراة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الخميس المقبل ضمن الجولة الخامسة بمسابقة الدوري الممتاز. انتظم المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في مران الفريق الصباحي اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وعاد أزارو إلى القاهرة أمس الخميس قادما من بلاده بعدما وافق الجهاز الفني بحصوله على إجازة عقب مباراة النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا. وأدى أزارو مرانا ثانيا بشكل منفرد عصر اليوم على ملعب التتش وفقا للبرنامج الذي وضعه له الجهاز الفني. قاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى الاهلي مرانا قويا لحراس الفريق خلال التدريبات الجماعيه التي اقيمت على ملعب مختار التتش صباح اليوم الجمعه. واشرف سليمان على تدريبات قويه للحارسين احمد عادل عبد المنعم ومحمد الشناوي، حيث قام بتدريب اللاعبين على بعض الامور الفنيه الخاصه بالتعامل مع الكرات العرضيه والتسديدات الثابته والمتحركه. وصل الثنائي هشام محمد واحمد الشيخ لاعبا وسط الاهلي اداء برنامجهما التاهيلي على هامش مران الفريق الصباحي اليوم الجمعه للتخلص من الاصابه. ويعاني هشام من كسر في اصبع يده تعرض له خلال مباراه النجم الساحلي بذهاب الدور نصف النهائي ببطوله دوري ابطال افريقيا،
فيما يعاني الشيخ من آلام في الظهر. حصل وليد سليمان لاعب وسط الأهلي على راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة، ومنح الجهاز الطبي للأهلي لسليمان راحة بعدما حصل على حقنة في الركبة أمس الخميس، وهو مما أدى لغيابه عن المران اليوم الجمعة، وسيغيب عن ودية اف سي مصر السبت. للمزيد من التفاصيل عن تدريبات الأهلي اليوم ينضم إلينا هاتفيا محمد سعيد مراسل قناة النادي الأهلي. محمد أهلا بك. اهلا بيك كابتن هيثم، واهلا بكل متابعيك ومشاهديك الكرام في كل مكان. طمنا على مران الصبح، اخباره ايه؟ الدنيا ماشيه ازاي؟ النهارده يمكن الجهاز الفني حدد موعد التدريب في 9 صباحا. التدريب لم يستغرق اكثر من ساعه، يعني انتهى بالظبط الساعه 10. اشتغل على فقرات كثيره ما بين فقرات بدنيه وفقرات فنيه وجزء تكتيك في نهايه المران، لكن الجزء التكتيك في نهايه المران لم يستمر اكثر من حوالي ربع ساعه. طبعا غيابات عديده في صفوف الفريق في هذه المرحله نتيجه طبعا المشاركات الدوليه والاجنده الدوليه بالنسبه للمنتخبات خلال التوقيت الحالي. 8 لاعبين من النادي الاهلي في المنتخب الوطني، طبعا علي معلول مع المنتخب التونسي، وليد ازارو انضم اليوم بعد الاجازه اللي حصل عليها خلال الفتره الاخيره بعد مباراه النجم الساحلي للقاء الذهاب في سوسه، والنهارده انتظم في التدريبات. وليد سليمان غايب، يمكن تم حقنه بالامس في الركبه فبالتالي حصل على اجازه او يعني مش هيقدر يكون موجود في التدريبات لمده 48 ساعه حسب تعليمات الاطباء. وبالتالي معظم كانوا موجودين النهارده المجموعه يعني اكرم توفيق، احمد حمدي، احمد رمضان بيكهام، احمد الشناوي، محمد الشناوي قصدي حارس المرمى، احمد عادل عبد المنعم، العديد طبعا من المجموعه اللي غير مدرجه طبعا مع المنتخب الوطني في التوقيت الحالي. تقدر تقول الاهلي بيأدي تدريبات بحدود حوالي 18 لاعب، من ضمنهم ايضا احمد الشيخ وهشام محمد، ودول يعني بيأدوا تدريبات تاهيليه في التوقيت الحالي. احمد الشيخ كما نعلم طبعا يمكن عنده تقلصات في عضلات الظهر، وفي التوقيت الحالي بيأدي تدريبات تاهيليه، هيبقى جاهز خلال الفتره القادمه يعني تحديدا بعد حوالي 4 أو 5 أيام. هشام محمد يعني الحمد لله الدكتور النهارده ادى مؤشر احتماليه ان شاء الله لحق هشام محمد في مباراه النجم الساحلي. يمكن هشام ما بيعانيش من اي اصابه عضليه، كلنا نعلم ان في كسر او حصل طبعا اصابه في ايديه، فبالتالي في تدريبات خاصه ليه في التوقيت الحالي، لكن ان شاء الله الدكتور خالد محمود طمنا ان شاء الله هشام يلحق مباراه النجم الساحلي. وليد ازارو النهارده الجهاز الفني طلب منه بعد نهايه التمرين يكون موجود في النادي ما يروحش عشان يكون في تدريب اضافي ليه. النهارده كان حوالي الساعه 3:30 العصر في ملعب التشرين. طبعا وليد تخلف عن التدريب بالامس واول امس بعد عوده الفريق من الاجازه، فبالتالي محتاج جرعات تدريبيه وبدنيه في التوقيت الحالي من اجل طبعا الدخول مع الفريق في المرحله القادمه. وعارفين كلنا ان في مباراه وديه غدا باذن الله مع فريق اف سي مصر هتكون الساعه 3:30 على ملعب البيتش، فالجهاز الفني ان شاء الله بيحضر لهذه المباراه من خلال التدريبات الاخيره واخر تدريب النهارده. عشان كده التمرين النهارده كان خفيف ما استمرش اكثر من ساعه كابتن هيثم زي ما قلت لك في بدايه المكالمه، وان شاء الله المباراه بكره يعني الجهاز الفني قدر الامكان يستفيد منها في العناصر اللي كانت بعيده عن الفريق في التوقيت الحالي، خاصه الفريق قعد في تونس حوالي 12 يوم، فالجهاز الفني محتاج في هذه المباراه الوديه انه يشوف العناصر اللي ما كانتش موجوده معاه في تونس وتحديدا في هذه المباراه، عشان مين من العناصر دي ممكن يستعين بيها في مباراه الاتحاد السكندري يوم الخميس القادم مع استئناف مباريات الدوري. طب محمد طمنا يعني على هل في اتصال ما بين الجهاز الفني واللاعبين الدوليين، خاصه طبعا يعني اللاعبين يعني اللي هيشاركوا او اللي مش هيشاركوا، يعني طمنا طب في اتصال ولا لا ما بين الجهاز الفني واللاعبين الدوليين؟ حسب ما علمت يمكن الاتصالات الاكثر في الفتره الاخيره كانت مع حسام عاشور وعبد الله السعيد. كلنا عارفين ان حسام عاشور وعبد الله السعيد كانوا خرجوا، يعني عاشور ما شاركش في مباراه النجم وانضم للمنتخب، والمنتخب كان بيجري فحوصات طبيه عشان يشوف امكانيات لحق مباراه الكونغو. ايضا نفس الموضوع بالنسبه لعبد الله السعيد، وكان في تواصل معاهم وفي تواصل مع باقي اللاعبين، لكن التواصل اكثر مع عاشور ومع عبد الله السعيد عشان يطمنوا على حالتهم، هل هيلحقوا مباراه الكونغو؟ طب لو لحقوا مباراه الكونغو ممكن نستعين بيهم في مباراه الدوري العام. فمن هنا كان في الاتصالات والاهميه والمتابعه مع اللاعبين. عبد الله سعيد يمكن عايز اقول لك ان شاء الله يعني طبعا هو تاكد رسميا غيابه عن مباراه الكونغو، ولكن كابتن حسن بدري في تصريحاته اكد ان شاء الله ان هناك امكانيه للحاق عبد الله سعيد في مباراه النجم الساحلي، لكن مباريات الدوري يمكن الاهلي عنده مباراتين في الدوري مع الاتحاد ومع الرجاء، فامكانيه ان هم مشاركته لسه مش معروفه. فمن هنا بتاتي امكانيه التواصل ما بين الكابتن حسن بدري وجهازه الفني كابتن سعد الحفيظ وكابتن احمد ايوب وسيد معوض مع
اللعيبه الدوليين، كان في 8 لعيبه دوليين مع المنتخب الوطني، كانوا 7 في البدايه، لكن تم اضافه مؤمن زكريا بعد طبعا اصابه عبد الله السعيد. ففي تواصل، في اطمئنان على حاله اللاعبين. الجهاز الفني للاهلي طبعا مهم، مهتم جدا بحاله لعيبه النادي الاهلي في مباراه المنتخب القادمه، لان بعد مباراه المنتخب في ارتباطات مهمه جدا للاهلي سواء على المستوى المحلي او المستوى الافريقي. الزميل محمد سعيد مراسل قناه النادي الاهلي، شكرا جزيلا لك. اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي ان الجميع يقف خلف المنتخب الوطني لتحقيق حلم التاهل لبطوله كاس العالم، وهو الحلم الغائب منذ اخر مشاركه عام 1990. وقال عبد الحفيظ في تصريحات للنشرة الرياضية إن المنتخب يحمل أحلام الشعب المصري في التأهل للمونديال، مبديا ثقته في قدرة الجيل الحالي على التأهل لمونديال روسيا، وأشار إلى أنه واثق تماما من الروح القتالية والقدرات الفنية للاعبي المنتخب لعبور عقبة الكونغو واقتناص بطاقة التأهل للمونديال. وإلى اتحاد الكرة ومتابعة لآخر أخبار منتخبنا الوطني. عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني جلسة مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف منتخب الكونغو قبل مباراة الأحد المقبل في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018. وأكد كوبر أن دفاع الكونغو يعاني من أخطاء في التمركز ويفتقد القدرة على بناء الهجمة تحت ضغط، وقال الفوز وحده لا يكفي، يجب علينا التركيز من أول المباراة إلى نهايتها لإحراز أكثر من هدف. طلب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر من اللاعبين منع الزيارات سواء لأصدقائهم أو أقاربهم بفندق الإقامة بالإسكندرية بداية من غدا السبت. يصل منتخب الكونغو للإسكندرية في 10 مساء اليوم على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الفراعنة يوم الأحد المقبل في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018. وتقلع الطائرة الخاصة من الكونغو في 2 ظهرا بتوقيت مصر، 3 عصرا بتوقيت الكونغو، على أن تصل في تمام 10 مساء، وسيكون في استقبالها المدير المالي لوزارة الرياضة الكونغولية ومندوب من الاتحاد الكونغولي، واللذين وصل إلى الإسكندرية أمس في رحلة تفقدية. ومن المقرر أن تغادر بعثة منتخب الكونغو الإسكندرية في اليوم التالي للمباراة. أعرب عبد الله السعيد صانع ألعاب المنتخب الوطني عن حزنه لعدم تمكنه من خوض مواجهة الكونغو المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018 بسبب الإصابة في العضلة الخلفية. وقال السعيد: كنت أتمنى المشاركة في المباراة، ولكن مجرد وجودي مع زملائي هو أمر مهم بالنسبة لي، وأي لاعب ضمن صفوف الفراعنة سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير المصرية، وجميع اللاعبين على قلب رجل واحد دون أن ينظر لاعب لضرورة مشاركته أو عدم مشاركته. أعرب محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي عن ثقته في قدرة المنتخب على تحقيق حلم التأهل للمونديال بعد غياب 28 عاما. ونذهب إلى متابعة ما قاله النني للصحف الرسمية لنادي أرسنال
أرسنال عن مباراة الأحد أمام الكونغو في تصفيات كأس العالم. نتابع التقارير ونرجع لحضرتك تاني. اللي احنا نفرح الناس دي كلها ونفرح احنا عشان احنا محتاجين نفرح. واللي شايف ان الجيل ده قادر اللي هو يعمل ده وعندنا فرصة كبيرة وفرصة ذهبية يعني اللي احنا نصعد كأس العالم ومن قبل آخر ماتش. فانا شايف ان شاء الله يعني هنصعد ان شاء الله وهنوصل كأس العالم. وقال الفرنسي سيبستيان مينييه المدير الفني لمنتخب الكونغو ان احتلال فريقه مؤخرة ترتيب المجموعة الخامسة من تصفيات كأس العالم لا يفقده الطموح. قبل مباراة مصر في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم. وقال مينييه في تصريحات صحفية قبل المباراة والتي تقام الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية: سنحضر إلى مصر بهدف الفوز. ويحتل منتخب الكونغو المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع غانا. وثلاث هزائم من مصر وأوغندا وغانا أيضا. ألقى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الضوء على الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. ونشر كاف صورة تضم منتخبات مصر وتونس ونيجيريا وغرد قائلا: ثلاثة منتخبات يمكنها التأهل رسميا لكأس العالم 2018 خلال الجولة الخامسة. هل تعتقد أنهم سيفعلونها؟ نشرت جريدة ديلي ميل البريطانية تقرير عن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. وقالت الصحيفة أن منتخب المصري يمكنه إنهاء عقدة التأهل لكأس العالم والتي استمرت 28 عاما إذا استطاع تحقيق الفوز على منتخب الكونغو على أرضها. وفشل منتخب أوغندا في تحقيق الفوز على غانا. وأضافت الصحيفة أنه رغم الإصابات المؤثرة إلا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر لديه مزيج رائع من اللاعبين المحليين والمحترفين. وذكرت الصحيفة أن منتخب المصري يمتلك لاعبين يلعبون في الدوري الإنجليزي مثل نجم ليفربول محمد صلاح ولاعب وسط أرسنال محمد النني ولاعب ستوك سيتي رمضان صبحي ومدافع ويست بريميتش أحمد حجازي. حرص كواسي إيبيه المدير الفني للمنتخب الغاني على رفع معنويات لاعبيه قبل مواجهة أوغندا السبت المقبل بالعاصمة الأوغندية كامبالا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وطالبهم بإسقاط أوغندا. وقال إيبيه في تصريحات لموقع غانا سوكر نت: المباراة أمام أوغندا ستكون صعبة وهي فرصة ذهبية للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم وإثبات أحقيتهم أمام الشعب الغاني بارتداء قميص البلاك ستارز. ويعاني المنتخب الغاني العديد من الغيابات في مباراة أوغندا أبرزها كريستيان أتسو جناح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وهاريسون أفولا المحترف في الدوري الأمريكي وأسموا ديان مهاجم قيصري سبور التركي للإصابة والأخوين جوردان وأندريه آيو لأسباب فنية. أنا الالتزام دايما بتعلم بتحرك ببص لقدام بجري ما
مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. وإلى أخبار الألعاب الأخرى، فاز فريق النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 1998 على نظيره فريق الطيران بنتيجة 38-24 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المرتبط. وشهدت المباراة تألق عدد كبير من اللاعبين، ونجح الفريق في تقديم عرض قوي وأنهى المباراة لصالحه. يذكر أن الفريق يواجه فريق 6 أكتوبر غدا في الجولة الخامسة من مباريات دوري المرتبط على صالة الأهلي بالجزيرة. أكد حمدي الصافي المدير الفني لفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي أن الفريق يخوض مباراتين وديداتين في الأسبوع المقبل استعدادا للموسم الجديد، ولم يتحدد طرفيهما، وذلك ضمن البرنامج الفني الذي وضعه الكابتن حمدي الصافي المدير الفني للفريق. وأضاف الصافي أنه قرر البدء في مرحلة المباريات الودية بداية من اليوم حتى يتمكن من التدريب العملي للاعبات على الجمل الفنية التي قام بتحفيظها لهم في الفترة الماضية. وأوضح الصافي أن الفترة المقبلة ستشهد خوض الفريق لأكثر من مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد، مشيرا إلى أن الاستعدادات تسير بجدية كبيرة، وأن الفريق يهدف هذا الموسم للفوز بالرباعية. يواجه الفريق الأول لكرة السلة سيدات فريق النصر في 6 مساء اليوم ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة، وتقام المباراة على صالة الأهلي بالجزيرة. وخاض الفريق مباراة ودية أمام الصيد وفاز بنتيجة 90-55 استعدادا لخوض منافسات بطولة منطقة القاهرة من جديد. يذكر أن الفريق خاض أولى لقاءاته أمام الطيران السبت الماضي وفاز فيها الأهلي بنتيجة 80-20. تجرى اليوم قرعة منافسات بطولة أمم أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة المقامة في الكاميرون خلال الفترة من 7 وحتى 14 أكتوبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم الصيف المقبل باليابان. تشارك مصر بجوار 12 منتخبا في البطولة كأكبر عدد من المشاركين. وصل المنتخب إلى الكاميرون أمس مساء أمس. يتأهل طرف المباراة النهائية ببطولة أفريقيا لبطولة العالم المقرر إقامتها في اليابان الصيف المقبل. نطلع لفاصل سريع ونرجع نستكمل مع حضراتكم أخبار الساعة 6 مساء من قناة النادي الأهلي، فإلى الفاصل. وإلى جولة في الملاعب العالمية، والبداية من أسبانيا. أعلن النادي برشلونة الأسباني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تجديد عقد قائده الأسباني أندريس إنيستيا مدى الحياة. وأكد النادي الكتالوني أنه تم الاتفاق مع اللاعب صاحب 33 عاما
على تمديد عقده مع الفريق حتى اعتزاله لكرة القدم. وأقيمت مراسم التوقيع اليوم الجمعة بملعب كامب نو، وأقام رئيس النادي جوزيف ماريا بارتومو واللاعب مؤتمرا صحفيا تم فيه الإعلان عن كافة تفاصيل العقد. لعب إنستيا مع البلوغرانا 639 مباراة، وهو يعد ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع برشلونة بعد تشيفي هيرنانديز. هدد نادي برشلونة الأسباني بإقامة كافة مبارياته على ملعب كامب نو بدون جماهير. وذكرت إذاعة كادينا كوبي الأسبانية أن النادي الكتالوني لا يمانع لعب باقي مبارياته سواء الفريق الأول أو الأعمار السنية المختلفة بدون جمهور، تضامنا مع قضية استقلال كتالونيا عن أسبانيا. وأضافت الإذاعة أن النادي طالب بإقالة رئيس الاتحاد الأسباني لكرة القدم بعد تغريدة له يسخر فيها من استقلال كتالونيا. يستعد نادي ريال مدريد الأسباني لتجديد عقد لاعب الوسط البرازيلي كاسميرو، بعدما نجحت إدارة النادي في تجديد عقود بعض النجوم مثل داني كارفخال ورافائيل فاران وماركو إسينسيو وكريم بنزيما وأيسكو. ويسعى مسؤول ريال مدريد للإسراع بتجديد عقد كاسميرو قبل استكمال مشوار تجديد العقود مع بعض لاعب الفريق مثل سيرجيو راموس والحارس الكوستاريكي كليور نافاس. أعرب البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عن غضبه من ملعب مباراة منتخب بلاده ضد بوليفيا أمس ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم. ونشر نيمار صورة له ولزملائه في الفريق على انستغرام وهم يحصلون على الأكسجين عقب المباراة، وعلق نيمار قائلا: ظروف لا إنسانية للغاية، ملعب سيء، مناخ سيء، كل شيء لم يكن على ما يرام، لكن رغم كل ذلك قدمنا أداء جيدا ولعبنا مباراة مميزة وضمن المنتخب البرازيلي التأهل لنهائيات كأس العالم رغم تعادله سلبيا مع مضيفه منتخب بلوفيا، ويتبقى له مباراة أخيرة مع منتخب تشيلي في البرازيل. يستعد الدولي الهولندي ديلي بليند لمغادرة ناديه الحالي مانشستر يونايتد للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر استعدادا للعب في مونديال 2018 بروسيا في حالة تأهل المنتخب الهولندي للمنافسات. وذكرت صحيفة صنة البريطانية أن فنربخشة التركي يرغب في ضم المدافع صاحب 27 عاما خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويعاني بليند من عدم ثقة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في قدراته وعدم اقتناعه بمشاركته أساسيا في صفوف مانشستر يونايتد. أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. ففي بوابة الأهرام البدري حالة السعيد تثير الارتياح، ولدينا البدائل القادرة على تعويض الغيابات. وفي الوفد وليد أزارو ينضم لتدريبات الأهلي المصري اليوم. الأهلي يضغط على الأمن لزيادة جماهيره أمام النجم. وفي الوطن سبورت
وديا الاهلي يواجه اف سي مصر في الثالثه والنصف عصر غد. وفي الشروق رسميا السعيد خارج حسابات المنتخب امام الكونغو. وفي البوابه نيوز وليد سليمان يغيب عن وديه الاهلي واف سي مصر. وفي فيتو مجلس الاهلي يجتمع الاحد لبحث العديد من الملفات الاداريه. وفي يلا كوره مران الاهلي الشيخ وهشام محمد يواصلان التاهيل. الاهلي دوت كوم تدريبات قويه لحراس المرمى. قبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة، يحتفل اليوم 6 أكتوبر خالد بيبو لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق اليوم بعيد ميلاده 41. ولد خالد علي محمد الأمين الشهير بخالد بيبو نجم السويس والإسماعيلي والأهلي والمصري وبتروجيت السابق في مثل هذا اليوم 6 أكتوبر لعام 1976 في مدينة السويس، ويحتفل اليوم بعيد ميلاده 41. انضم خالد بيبو للأهلي موسم 2000-2001 واستمر مع الفريق 5 أعوام، حقق خلالها لقب الدوري مرتين وكأس مصر 3 مرات ودوري أبطال أفريقيا عامي 2001 و2005 والسوبر الأفريقي 2002 والسوبر المحلي 2003. وماشي خالد بيبو، وماشي خالد أرضية وفاروق وفاروق وبيبو وبيبو والهدف الثابت. يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك يا راجل، يخرب عقلك. بص خالد اخذ بشير وسيكا وفاروق وفاروق وسقاها فاروق وبيبو واخذ بشير وحطها وهو واقف وعبد المنصف وهدف خالد. مش ممكن، ايه اليوم الغريب ده؟ ده يوم مش معقول، ده يوم من ايام الكوره اللي ما بتتكررش ابدا. نحتفل اليوم بمولد محمد فاروق نجم الاهلي السابق بعيد ميلاده 39. هو من مواليد 6 أكتوبر عام 1978. بدأ مشواره مع الأهلي في سن 14 وحصد 9 ألقاب مع القميص الأحمر بواقع 4 بطولات دوري و2 كأس مصر ودوري الأبطال الأفريقي ولقب السوبر الأفريقي وبطولة النخبة العربية. وتوج فاروق بلقب هداف البطولة العربية التي أقيمت بالقاهرة موسم 99. ولعب لمنتخبات مصر في مرحلة الناشئين والشباب. واتجه فاروق فور اعتزال الكرة كرة القدم لمجال التسويق والتحليل الكروي بالقنوات الفضائية، وأبرزها مقدم برنامج استاد الأهلي بقناة النادي الأهلي، وحصل على دبلومة الإدارة الرياضية من الفيفا وعمل مديرا لمنتخب الشباب في وقت سابق. محمد فاروق كورة جميلة من عمارة يحط لها رمزة سحرية بقدمه اليسرى بيقابلها حسب الميعاد مشاركة فاروق. مشاركة فاروق اهي الكرة العالية وفاروق بياخدها جامد جدا ويحطها بقوة وبقسوة على يمين محمد فتحي ليه. أكيد كل سنة وأنت طيب يا محمد، بنوجه لك طبعا في قناة النادي الأهلي كابتن محمد فاروق، بنقول لك كل سنة وأنت طيب وعمر طويل إن شاء الله، زي ما متعتنا في الملاعب تمتعنا كمان في الإعلام. زي النهارده 6 اكتوبر 2012 الاهلي يتعادل مع سانشاين النيجيري 3-3 في ذهاب الدور نصف النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا. افتتح التسجيل الاهلي محمد ناجي جدو في الدقيقه 18 واحرز السيد حمدي الهدف الثاني في الدقيقه 29، واختتم محمد ناجي جدو التسجيل الاهلي في الدقيقه 74. الهدف الاول هدف التقدم بأقدام محمد ناجي جدو على طول، تصويبه جميله وسط حراسه وسرحان وتوهان وعدم التركيز من مدافعي سانشاين. ادي الاعاده، ادي اللمسه، ادي التصويبه القويه بالقدم اليمنى بقدم اللاعب جدو يحطها حلوه جميله على شمال الحارس اوشيجي عشان الاهلي يسجل الهدف الاول. انطلاقه حلوه، باصه حلوه سحريه على الطرف الشمال،
احمد يناوي باك الشمال على طول حتى وليد سليمان. استلام من السيد حمدي وحاول السيد حمدي. الى هنا تنتهي اخبار نشرة السادسة مساء من قناة النادي الاهلي. دمتم في امان الله.